كل الحبايب، معاكم أمال. كيفكم عاملين؟ إن شاء الله تكونوا كويسين. الليلة عندنا فيديو ظريف وخفيف وحلو. الدنيا سخانة شديد، فحنعمل التحلية جميلة باردة تبرد علينا كلنا، والله يحلي أيامكم كلكم. الليلة حنعمل الجلي، أهو حنعمل جلي بالفواكه وجلي مع الكستر. المقادير جلي عندي هنا، جلي بتاع فراولة، وفي جلي هنا يعني بتاع كيوي، وهنا عندي جلي بتاع برتقال، وعندي الفواكه عندي هنا فراولة مقطعة، وعندي هنا كيوي مقشر ومقطع، وعندي برتقال مقشر ومقطع، وعندي موز. تعالوا يلا أوريكم الطريقة، طريقة سهلة وبسيطة. الطريقة كالآتي: أهم حاجة ديل، أول حاجة طبعاً أنتوا تحضروا الكاسات. أول حاجة اللي هتقدموا في، أنا حابة أقدمهم في كاسات كده، أو لو عاوزين تقدمهم في حاجة كده ما في أي مشكلة، اختاروا الحاجة اللي أنتوا عايزينها. أنا هعمل هنا لأنه عايزة أعملهم في الكاسات، فحنبتدي. هو ده الجلي زي ما قلت لكم بتاعنا بتاع فراولة، المقدار الواحد كده. دقيقة أفتحه لكم. هكبه هنا كله. مرات بتلاقوا العلبة مكتوب فيها المقادير كيف بتعملوه، بس أنا العلبة دي بصراحة ما لقيت فيها أي مقدار، ما مشكلة. أنا دايما بعمله كده، أهو دي واحد هنا. هاخد فيه أهم حاجة موية سخنة سخنة، هعمل فيه، شايفين الموية سخنة كيف؟ بالراحة كوبايتين كده موية سخنة. لو ما عندكم المعيار كده المقاس زي، ممكن تعملوا بأي كوباية عادية، بس أهم حاجة تحركوه كده كويس، مهم جدا يتحرك كويس، لأنه شايفين بيكون حبيبات لحد ما يعني يدوب معانا الجلي. بعد ما حركناه كويس نقوم ناخد نص كوباية باردة، موية باردة باردة، شايفين؟ يعني الظرف دي كوبايتين من دي سخنين مع نص كوباية باردة. ناخد كده ونحرك، سهل جدا جدا جدا. ده هنا الأحمر، عايزين أعمل لكم تاني اللون الأخضر، ده معمول بالكيوي. الجلي فيه أشكال والوان، فيه الألوان كثيرة، وفي يعني فواكه مختلفة، فأنتوا اختاروا الحاجة اللي أنتوا عايزينها. نعمل نفس الطريقة، كوبايتين، واحد اثنين، موية سخنة ونحرك في الأول. أهم حاجة قبل ما نكب الموية الباردة نحرك، وبعدين نجي نعمل نص كوباية موية باردة. يلا شايفين الطريقة سهلة كيف؟ سهل جدا جدا جدا. يلا نجي بالكاسات بتاعتنا، هعمل كده ما تملوها عشان نحط الفواكه، وهنا والفواكه طبعا اختياري، اعملوا الحاجة اللي انتوا بتحبوها، نوع الفواكه اللي انتوا بتحبوها. هنا انا عملت دي، استنوا افضي لكم الحته دقيقه. ده هنا بالفراوله، هاخد معاه الفراوله، معلش ما عايزه تتشال لي، ما عايزه تجي معاي، ممكن اخدها كده بالراحه بالراحه، شايفين؟ لو عايزين تاخدوا فيه سكر اختياري، انا ما بحب اخد فيه سكر لانه الجلي بيكون يعني مسكر، معمول فيه وهو سكر. ده كده هنا هنعمل البالكيوي
هنعمل فيه اخضر تبعه. ننزل الكيوي كده براحة. شايفين جميل وبسيط والطريقة واضحة وسهلة جدا. وبالطريقة دي هنعمل بالبرتقال بنفس الطريقة وأي لون عندنا بنفس الطريقة. وبعد ما نعملهم كده هنسيبهم يبردوا شوية، بعدين نخدهم في الفريزر ونشوف هياخد معنا كم ساعة. بعدين يلا تعالوا أحضر لكم الكستر مع الجلو. هنا حوريكم طريقة عمل الكستر. اهو دي علبة الكستر بتاعتنا. هنا عندنا شوية سكر على حسب التطعيم بتاعكم، هنا عندنا شوية مأزار، وعندنا هنا شوية لبن هدوبه كده في الكستر، وهنا عندي كوبايتين لبن دفيته اوريدي، خديته في النار تسخن شوية. اول حاجة هعمل شوية اللبن كده مع الكستر وحدوبه تاني شوية وحدوبه ليكم. هنا هنحط السكر بتاعنا وحنحرك، واللبن لما تحطوه في النار ما تزحوا منه لأنه فور وما عايزينه يحرق لنا، امسك في الحلة من تحت بغير الطعم. أول ما سخن كده شوية طوالي نحط الكستر بالتدريج شوية 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 شوية، نوقف ونحرك، نستمر نحرك ما نوقف كله كله. ناخد مع الزهر، شايفين اهو ده القوام بتاع الكستر بتاعنا، لانه لما يبرد كمان بيتقل تاني معانا. يلا تعالوا معاي اوريكم طريقة التقديم بتاعته مع الجلي. هنا ده الكستر بتاعنا اهو، هنحطه كده براحة في الكوباية. هنعمل نص الكوباية ليه؟ عشان هنحط الجلي بعدين في الوش. ده شايفين نص الكوباية. وهم ملاحظة مهمة جدا، الجلي يكون بارد. معلش استنوا دقيقة، ما في مشكلة هطلع لكم دي بعدين. يكون بعد ما الكستر يبرد معانا تماما بعد كده هنحط الجلي. ليه؟ عشان لو خدتين الجلي والكستر سخن هيتلخبطوا مع بعض. فحوريكم انا محضر هنا واحد بارد عملته بنفس الطريقة اللي عملناها مع بعض بارد. شوفوا الطريقة كيف. هنحط الكستر معلش الجلي براحة كده كده براحة. شوفوا كده لما يكون الكستر بارد عينه اللونين روعة، بتكون عندنا تحلية جميلة جدا جدا. ولو انتوا عايزين تعملوا بس كستر من غير ما تحطوا فيه الجلي بنفس الطريقة، تملوا الكاس وتعملوه كده. لو انتوا ما عايزين تعملوا مع جلي ما في اي مشكله. بعد ما عملنا كده هنقوم نزينه كده يا بالفراوله يا بالموز يا باي فواكه انتوا عايزينها. انا هزينه لكم كده بالموز. نقطع الموزه كده طوالي، نقشرها ونقطع الموز كده. كفاية كده ندخله كده شوية. شايفين عينه المنظر كيف روعة. عندنا كمان طريقة تانية، ده برضو هنا خطيت فيه بسكويتة، ممكن تزوجوه بأي حاجة، ممكن شوية كيكة قطعة كيكة صغيرة زي ما تحبوا. برضو لما الكستر يكون بارد هاخد هنا معلقة كاكاو أو معلقتين صغار كاكاو وحرقهم كده. شايفين عملناه بالكاكاو، هنعمل كده في البسكويت، هننزله نغطي البسكويتة. وهنا بعد كده هنعمل شوية جوز هند، نزين الكاس بتاعنا رهيب.
رهيب. بعدين حوريكم التقديم النهائي للجلي والكستر بتاعنا مع الجلي والفواكه. ما شاء الله، ده الشكل النهائي للتحلية بتاعتنا. طبعا أخذ معايا في الفريزر من 2 لـ4 ساعات. لما تشوفوه تجمد شوية ما يكون فيه تلج، نزلوه في التلاجة تحت عادي لحد ما تجوا تقدموه. عندنا هنا أول حاجة، أول كاس عندنا هنا البرتقال مع البرتقال، وعندنا هنا الثاني عندنا الكستر مع الجلي مع الفراولة، وعندنا هنا الجلي مع الكيوي، وعندنا هنا الكستر عادي مع جوز الهند، وهنا كمان عندنا الجلي مع الموز، وآخر حاجة عندنا هنا الطبقة الأولى كستر والطبقة الثانية كستر بالكاكاو وزيناها بجوز الهند. أجمل تحلية لأجمل حبايب. شكرا للمتابعة، وتابعوني في فيديو تاني. مع السلامة.